قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه: ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط، وهي قسمان: الأول صحيح مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما. فرغنا من بيان أركان البيع وما يتعلق بها من أحكام، وانتقل الآن إلى بيان مسائل تتصل بالبيع، لقائل أن يقول أين شروط البيع؟ لم يتكلم عنها المؤلف، والفقهاء رحمهم الله يذكرون شروط البيع في أول ما يبحثونه من مسائل البيع. الجواب على هذا الإيراد أن شروط البيع مضمنة ما تقدم من المسائل، فما تقدم من المسائل تضمنت الإشارة إلى شروط البيع. الآن يقول المؤلف: ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط وهي قسمان. والمقصود بالشروط هنا الشروط في البيع، فالشروط المذكورة في باب البيع نوعان: شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع هي الشروط التي وضعها الشارع لإباحة عقد البيع، وهي لازمة لكل عقد، كالرضا والعلم بالثمن والعلم بالمثمن وبقية الشروط التي يذكرها أهل العلم في صحة البيع. هذا النوع الأول من الشروط التي يذكرها الفقهاء في كتاب البيع، شروط البيع. النوع الثاني الشروط في البيع. شروط في البيع هي ما يشترطه أحد الطرفين على الآخر في عقد البيع، فهي من وضع المتعاقدين، فهي من وضع المتعاقدين، وبه يعرف الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع. شروط البيع من وضع إيش؟ الشارع، من وضع الشريعة، وأما الشروط في البيع فهي باتفاق المتعاقدين، بوضع أحد المتعاقدين أو كليهما. شروط البيع لا يصح العقد إلا بها، أما الشروط في البيع فقد يصح العقد بدونها، إما بعدم ذكرها وإما بالتراضي على إسقاطها إن كان قد اشترطها أحدهما. فهذا فرق آخر بين الشروط في البيع والشروط وشروط البيع. شروط البيع، هذا الفرق الثالث والأخير، شروط البيع كلها صحيحة لأنها لضمان صحة العقد، وأما الشروط في البيع فتنقسم إلى قسمين، منها صحيح ومنها فاسد، ولذلك قال هنا الشروط وهي قسمان صحيح وفاسد. من قوله وهي قسمان صحيح وفاسد علمنا أن مقصوده رحمه الله بالشروط في البيع إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة أو غرض صحيح. هذا تعريف الشروط في البيع، إلزام أحد المتعاقدين البائع أو المشتري الآخر بسبب العقد، أي بسبب عقد البيع، ما له فيه منفعة، يعني ما له فيه مصلحة وغرض صحيح. وله أمثلة سيأتي بيانها وإيضاحها في كلام المؤلف. إذن قوله رحمه الله وهي قسمان صحيح وفاسد، أي شروط الشروط في البيع نوعان: صحيح، والصحيح هو الأصل في الشروط، والفاسد خلاف الأصل. فلو قيل ما الأصل في الشروط إذا اختلفنا في شرط، هل الأصل في الصحة والفساد؟ الأصل في الشروط الصحة، ولذلك قدمها ذكرا. قال رحمه الله: صحيح مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما، أي للمتعاقدين. هذا تعريف للشرط الصحيح بالمثال. واعلم بارك الله فيك أن أهل العلم في تعريفاتهم يسلكون مسالك عدة، فمنهم من يعرف الشيء بذكر حكمه، ومنهم من يعرف الشيء بذكر حقيقته، ومنهم من يعرف الشيء بذكر بعض أحكامه. وهنا ذكر شيئا من التعريف للشروط بذكر بعض صوره، وهو من التعريف بالمثال. والسبب في هذا أن المقصود بالتعريف هو تقريب صورة ومفهوم اللفظ أو المصطلح في ذهن القارئ أو في ذهن المتعلم أو في ذهن السائل،
فيحصل هذا ببيان حقيقته، ويحصل هذا ببيان بعض أحكامه، ويحصل هذا بذكر بعض صوره، وهذا ما يعرف بالتعريف بالمثال. ما الذي سلكه المؤلف رحمه الله هنا في تعريف الشرط الصحيح؟ تعريفه بإيش؟ بالمثال. قال رحمه الله: صحيح مثل صفة في الثمن، أي مثل أن يشترط البائع صفة في الثمن أو المثمن، وهذا من جهة المشتري، أو نفع فيهما، أي في الثمن أو المثمن، نفع وجود مصلحة، وصف معين تحصل به مصلحة وغرض صحيح في الثمن أو في المثمن، أو لهما، الضمير يعود إلى من؟ إلى المتعاقدين، أو لهما أي للمتعاقدين. واعلم أن الشروط الصحيحة ثلاثة أنواع. الشرط الأول منها ما يقتضيه العقد، شرط ما يقتضيه العقد، أي ما يترتب على العقد ويلزم بالعقد، كاشتراط قبض الثمن، كاشتراط السلامة من العيب في المبيع أو في الثمن، كل هذه شروط أصلاً لو لم يشترطها هي مشروطة بمقتضى العقد. هذا النوع الأول من الشروط الصحيحة، اشتراط ما هو من مقتضيات العقد. النوع الثاني شرط ما فيه مصلحة لأحد المتعاقدين كتأجيل الثمن، هذا مصلحته لمن؟ للمشتري، وقد تكون مصلحته للبائع، أو اشتراط، هذا النوع الثالث من الشروط، شرط نفع ومصلحة في 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 المبيع أو في الثمن، اشتراط بائع أو مشتري نفعا في المبيع، في المبيع أو في الثمن. مثاله: باعه دارا شرط أن يسكنها سنة، كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه لما باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله، اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة، هذا شرط منفعة في المعقود عليه، وهذا من الشروط الصحيحة. إذن الشروط الصحيحة ثلاثة: شرط ما هو من مقتضى العقد، الثاني شرط ما فيه مصلحة لأحدهما، الثالث شرط نفع في المعقود عليه.